السلام بنات، كديري لاباس عليكم؟ واش كتعودوا كلشي مزيان؟ فيديو جديد اليوم كيف قريتوا في العنوان، غدا المغرب. غادي نديكم معايا ان شاء الله. دابا عندي الطياره مع الخمسة، اقسم. دابا حنا غادي نشادين طريق المطار وحده القسمين. هادي عندي الطياره مع الخمسة، اقسم ان شاء الله تعود قتلود نكون في المغرب ان شاء الله الا بغى الله. المهم انتم معايا، غتقضيو معايا الناير هذا، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم على الفيديو. نمشيو نشوفوا العائله واحد شويه ونرجعوا. يلا فرجه. البنات اختكم ثاني تكرفس واحد الكرفيس، عرفتي فين ما كنمشي في روايه كيطرى ليا فيها مشاكل، فين ما كنمشي في الخطوط شنو طرى ليا البنات. ما فكنت ندفع الباكاج كامل هاد المره، قلت لك الطياره عامره. شوف صفت جوج بقاو هاد جوج. دابا انا غدا ناخذ شي قهيوه نفيق واحد شويه. شوف كاين مول القهوه، هيا هي صافي هو هنايا. هيا جات
وصلت خرجت دابا عطلوا لينا الباجاج فين كاين الطوفان من هنا بابا ورايا جا لي مول طاكسي جارنا ديما كيجي ليا الله يعمر لي الدار ماقدرش نجي مع شي مول طاكسي من غيره المهم يلا نتلقى معكم الدار ان شاء الله اش كاينه نور هنينا البنه
Allez, jette. على السيام ما جاتش ليا المطار، جات ليا مرة ولكن تكرفصنا عند الكفر الصغير وانا البالي زادوا ليا السلام قداش ما كيدخلوش لا كامل كيدخلوا لا جوج وكنروح له بجوج وفي الكروسة. هذاك الشيء علاش وليت كنعيط على الطاكسي ونيت ما نمحى حتى شي واحد. صبر البنات ما الكفر ما تيهش عندي الكفر صغير واش انا غادي نوريه ليه؟ احنا علاش شرينا طوبيس راجلي علاش شرا طوبيس؟ على قبل الكفر ما كي حتى حنا ما كانش عندنا طوبيس غير ما كانش كيهز لينا الكفر. المهم راه هما باقيين كيتعشاو ومن بعد ارجع معاكم. سيما قيلا غادة ادو ما غادة دابا يلا نتلاقى معاكم بعد. البنات شوفوا عينيا كيفاش ولاو البكاوها. طرا لي واحد المشكل في كنت كنخوض لبنتي المناضه مشيت تمشي منا الغاز طارت القرعه من سميتو طار لي على عينيا الغاز. المهم البنات غادي نعاود لكم شنو طرا لي بعدا فاش كنت بغيت نجي مع اسم الكاميرا فلو. البنات قطعت اصلا ما قطعت حتى البارح في الصباح والبارح في الصباح قطعت على اساس باش غادي نجي في التوي. هذيك توي البنات قطعت فيها الي وروتور خلصت 375 اورو صافي ما وصلوهمش الفلوس في نفس الوقيته اللي بغيت انا نخلص وهما انيليو ليا الطياره صيفطوا ليا تصوري انا خصني نخرج مع الجوج باش نشد الطياره مع الصون الصباح غادي نركب من شارلوغوا صيفطوا ليا ال 11 اللي تيقولوا ليا الطياره راه انيلات علاش حيت ما وصلناش الفلوس في واحد الوقيته وتانيلات لك الطياره وفلوسك مشاو صافي ما عنديش كيفاش نعيط حيت هما كيسدوا مع 10 الليل. صافي البنات عاودت قطعت طياره اخرى في الخطوط الملكيه المغربيه. انا الخطوط الملكيه المغربيه البنات ديما تيطراو ليا فيها المشاكل وما تتعجبنيش احتراما لهذيك الطياره ما كتعجبنيش لا في السيرفيس ديالها لا في الوقت ديالها. ما علينا قطعت دابا في الخطوط الملكيه المغربيه باش نجي اليوم مع الخمسة وقسم قالوا غادي تجي الطياره مع الخمسة وقسم شويه جات الخمسة ونص خلصت غير الي البنات دابا ب 300 و 380 اورو غير الي انا وبنتي ما كاينش الروتور ما قطعتش دابا الروتور. المهم البنات قالك خمسة وقسم تجي الطياره مشيت ما جات حتى الخمسة ونص في الاول قالك غتوصل الطياره مع 9 قال تولوت وصلت حتى 10 قال تولوت مي جات حتى جاتنا حتى الخمسة ونص وما قلعت حتى 6 قسمين بحرم بنادم كيتقاد في الطياره وهذا. صافي البنات طلعنا دازت الرحله بسلام الحمد لله بنتي ما محناتنيش في الطياره هذه المره نهائيا ما ردتش ليا ما حتى شي حاجه لانني هذه المره ما عطيتهاش تاكل قبل ما نطلع حتى عطيتها غير بسكوي والماء. صافي البنات هبطنا هاد المره انا ما كندفع الباكاج كامل قالوا لي الطياره عامره ما ندفعوش لك الباكاج كامل وليت غاجه بالبوسيت وجوج باليزات يعني تكرفيصه. صافي ملي نزلت راه جيت في حالاتي والحمد لله ملي كنشوف فيه الحباب كتنسي داك التعب كامل. صافي البنات هنايا غادي نسد معكم لا فيديو غادي نتقاسم معكم اليوميات ديالي في المغرب بزاف البنات تعجبوهم يوميات ديال المغرب. المهم تقولوا لي لا فيست كيفاش جاتني شو البنات لبست هاد لا فيست كون عجبتهم بجوج الصراحه عجبتني واخا ما عنديش كيف قلت لكم مع هاد الورد عقلت فاش قلت لكم كتشبه الطلامط ديال المغرب القدام والله الا كيشبهوا لهم ولكن جات زوينه وجات شيك. صافي البنات دابا راه مرت خويا وبنت اختي كيجمعوا في الكوزينه انا غادي نمشي نحيد بوازين فوق الجرع ونمشي نرتاح وغدا معاكم في فيديو جديد ان شاء الله. تسناو مني اليوميات تصبحوا على خير ولا كنتو تشوفوا بالنهار نهاركم مبارك سعيد يلا سلام.